مزمور 90. صلاة موسى رجل الله. يا رب ملجأ كنت لينا من جيل لجيل، من قبل ما تتولد الجبال أو تبتدي الأرض اللي مسكونة، من غير بداية لمن غير نهاية أنت الله. ترجع الإنسان للغبار وتقول ارجعوا يا ولاد آدم، لأن 1000 سنة في عينيك زي يوم امبارح بعد ما عدى، وزي جزء من أجزاء الليل. مسحتهم نوم يبقوا في الصبح زي عشب يزول، في الصبح يظهر ويزول، في الغروب يدبل وينشف، لأننا فنينا من الغضب الشديد بتاعك، وبغضبك اترعبنا، خليت خطايانا قدامك، الحاجات المخفية بتاعتنا في نور وشك، لأن كل أيامنا عدت في غضبك الشديد. فنينا سننا زي نفس، أيام سننا فيها 70 سنة، ولو بجبروت 80 سنة، وأفخرها تعب وشقة، لأنها بتعدي بسرعة فنطير. مين يعرف قوة غضبك؟ وزي خوفك غضبك الشديد. بالشكل ده عرفنا إننا نعد أيامنا فنجيب قلب حكمة. ارجع يا رب لحد امتى؟ وحن على عبيدك، شبعنا صبح بدري من رحمتك، فانزقطت ونفرح كل ايامنا، فرحنا زي الايام اللي فيها زلتنا، زي السنين اللي شفنا فيها شر، عشان يبان عملك لعبيدك ومجدك لولادهم، وعشان تبقى نعمة الرب الهنا علينا، وعمل ايدينا ثبته علينا، وعمل ايدينا ثبته.